انتهت مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة. وأوضح مصدر مطلع أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين ومستشفى ميداني داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة. تابع المصدر أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كانت مصر قد بدأت في إقامة معسكر النازحين في خان يونس بسعة 400 خيمة ويتسع لنحو 4000 شخص مزود بالكهرباء ودورات المياه، وذلك في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وستعقب إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، إضافة لتخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح. We'll be right back.